والا لو درجه الحراره عاليه قوي
يبقى لازم تعمل حسابك سبائك خاصة لغيرك. سبائك خاصة يعني ايه؟ تكلفة زايدة. انما العملية كلها بايدي، اقدر في النزل الاولانية دي اخفض جامد الضغط، وبالتالي تنخفض درجة الحرارة، وبالتالي تصبح درجات الحرارة معقولة، مش لازم سبائك خاصة. ممكن نبتدي بكاست ايرون وجيرو على طول، ها؟ من اول صف اذا انت خفضت الضغط جامد. فيعني هنتكلم على الكلام ده بعدين، بس يعني اللي احنا اللي في ذهننا دايما ان النزل في الاول دي مهمة قوي. ليه؟ عاوزين نخفض فيها الضغط ودرجة الحرارة قدر المستطاع. يبقى الضغط لو هو جاي للتربينة من البويلر بضغط اسمه بي او، هيدخل مجموعة النوزل بقى اهو. نوزلز كل مجموعة نوزل يخفضوا مثلا للضغط بي 1 قبل ما يبتدي يدخل على ريش ولا حاجة. وهنشوف الكلام ده في شكل وفي أشكال متعددة. كويس. إيه النوزلز بقى؟ نبتدي نتكلم عن حاجة حاجة. يبقى قلنا الروبوت بيشمل الشخص وبيشمل كل الموفينج بليدز لأن دي اللي بتلف مع الشخص. النوزلز هي عبارة دايما أول صف قلنا في الستيم تيربين. كله عبارة عن فيكسد بليد وساعات بنقول لها هاي بليدز أو نوزل، كل دي مسميات لنفس الشيء. المهم إحنا عاوزين نخفض المنطقي ونخفض الضغط وبالتالي نحصل على سرعة عالية. Depending on the design حسب أنت مصمم بقى ممكن النوزل يبقى لها ثلاث أشكال. Convergent وConvergent Cylindrical وConvergent Divergent. بصرف النظر هذه الكونفرجنت او المساحه عماله تقل واحنا ماشيين. البخار جاي من البويلر اهو يدخل من الريش بتاع النوزل او النوزل دي مجموعه من النوزل اهو على المحيط الدائري. على المحيط الدائري يعني نوزل كده ومنفعلها كده ومنفعلها كده كله يغذي المرحله بتاع الموفينج بليد الاولانيه. يبقى مش نوزل واحده، ده مجموعه من النوزل كلها في الجزء الاولاني. اول ما البخار يجي من البويلر على طول يروح داخل على المحيط الخارجي وداخل، كل واحده داخله قصاد نوزل، كلهم ملفوفين على المحيط عشان يغذوا اول صف عندنا زي ما كلنا متخيلين التربينه زي الجاز تربين بالظبط. يبقى ده الضغط اهو قبل النوزل، وده الضغط بعد النوزل وليكن اسمه بي. النوع الاولاني المسار بيتناقص عشان كده بنقول عليه كونفيرجن. ادي النوع الاولاني ممكن تكون انت مصممها كده. طبعا لازم يتناقص. معقولة نجيب النزل والمسار يتبعد؟ يبقى ما عملناش حاجة، يبقى مش هنخفض لا ضغط ولا أي فرد. لازم النزل تعريف النزل لازم الأريا تتناقص. ولا مش مظبوط؟ أيوة وإلا يبقى أنت ما بتحققش الهدف، هتدخل المرحلة اللي جاية ما أنتش جاهز، ما فيش سرعة. فالنزل عشان كده النزل حيوية في الأول، لازم نخفض الطاقة العالية دي ونحصل على سرعة. فشيء طبيعي إنك تلاقي الأريا بتتناقص. وده النوع الاولاني اللي احنا بنقول عليه كونفرجن حسب التصميم. في ساعات يعملوا كده الاريا تتناقص وبعدين تلاقيها ثابته في الحته الاخرانيه كده سلندريكال. يبقى دي بنسميها كونفرجن سلندريكال. والله ليه عملها كده بقى؟ هو مزاجه يعمل كده، هو الجزء الاولاني ده يكفيه وبيكمل سلندريكال. ماشي. حسب بقى انت عاوز تخفض الضغط قد ايه؟ عشان كده بنقول لك حصل التصميم، ما تخصناش الكلام ده. المهم في جميع الاحوال الاريا تناقصت وبالتالي حصلنا على كاينتيك انرجي. النوع الثالث اهو الستيم بيدخل بالضغط بي نوت ويطلع بالضغط بي اهوت. وريش هنا من نوع المساحه بتتناقص وبعدين تتزايد. المساحه قولوا لي المساحه تتناقص وبعدين تتزايد، دي اسمها ايه؟ نوزل. مساحتها بتتناقص وبعدين تتزايد. ليه عملوها كده؟ دي نوزل. يعني انا عايز منها سرعه عاليه. انا عايز سرعه عاليه. طب ليه عملها تتناقص لغايه حد ادنى ستروك اول وبعدين عملها تتزايد؟ يعني كونفيرجنت دايفيرجنت. ودي اسمها كونفيرجنت دايفيرجنت نوزل. ليه نزل؟ عشان احنا عاوزين منها سرعه هنا كبيره. المكان ده بنسميه واحد وهنشوف بعد كده. عايزين سي واحد كبيره قوي. سي واحد اللي طالع من النزل هنا كبيره قوي، سي واحد اللي طالع من النزل كبيره. طب حد يقول لي ليه عملها كونفرجن وبعدين دايفرجن مع انها نزل؟ ليه؟ طب النوع الاولاني كونفرجن خلاص طلعت بسرعه عاليه وهو راضي بيه. النوع الثاني كونفيرجنت وبعدين كمل السواري.
قال لك كفايه زياده السوق لغايه كده وكملها صواني ماشي حسب التصميم بتاعه. النوع الثالث لا كونفيرجن وبعدين وسع الاريا. هل هو يقلل السرعه ثاني؟ هل هو بيوسع الاريا هيقلل السرعه ثاني؟ ها؟ ها؟ يا خساره تعبنا معاه. بيعمل ايه؟ ها؟ واحد بس يقول لي احس ان الدنيا لسه فيها خير. واحد يقول لي ليه عملها كده لحكايه الظروف العنق وبعدين كبر الاريا ثاني؟ ها؟ نعم ليه؟ نقول له يا راجل دي نزل دي نزل نزل يعني ايه؟ يعني من اول ما ادخل لغايه ما اطلع السرعه بتزيد بصرف النظر عن الشكل. يبقى ليه عملها بتزيد الاريا بتزيد كده مع ان السرعه بتزيد من اول هنا بقت كده؟ فاكرين؟ نقول له لازم احنا من النوع اللي درسناه لازم الفلو عند العنق باسونيك لازم الفلو عند العنق باسونيك وهنا الفلو في الحته دي بقى سوبر سونيك. السوبر سونيك لما المساحه تزيد السرعه تزيد. مش الكلام ده خدناه في سنه ثانيه؟ امال كنا بناخده ليه؟ ها؟ ليه؟ ما هو السرعه بتزيد اهو يبقى نقول له اكيد ناخد اكبر من واحد. بدليل ان لما وصل لسرعه الصوت هنا ناخد واحد. استمرت السرعه في الزياده. يبقى انا مثلا لما اوصل لسرعه هنا 400 ولا 500 لا هوصل هنا 700. ها؟ سوبر سونيك. مثلا انت عارف ان سرعه الصوت في الهواء لا بخار في الهواء حوالي 340 ما نزلش عن 340 في الهواء. انما هنا كون ان هو عملها كده لازم هو عامل حساباته وتاكد ان هنا هيبقى صوتي لان لا عشان يوصل فوق سوبر سونيك لازم يعدي عند العنق بمخ واحد. مش ده الكلام ده قلناه في المواعي؟ ها؟ قلناها بس ما بنبقاش مصدقين. ها؟ فيبقى المخ لازم واحد عند العنق والماخ اكبر من واحد بعد كده يبقى هي نزل من الاول للاخر. يبقى اول ما اشوف الشكل ده وده كان العشر فيكوا بقى اول ما اشوف الشكل ده بقول دي نزل. يبقى سوبر سونيك كونفيرجن دايفيرجن نزل. سوبر سونيك يعني الفلو اللي طالع منها سوبر سونيك الستيم اللي طالع منها هنا سوبر سونيك. ماخ اكبر من واحد. واحنا عارفين من خصائص السوبر سونيك فلو ان لما المساحه تزيد السرعه ايضا تزيد عكس السبسونيك. فاكرين الكلام ده ولكنه كأنه أحلام؟ ها؟ في السوبر سونيك لما المساحة تزيد السرعة تزيد والعكس صحيح. في السوبر سونيك لما المساحة تقل السرعة تقل. فإحنا ما دام تخطينا الانسياب العادي ووصلنا لسرعة الصوت هنا هتستمر السرعة في الزيادة. ليه؟ لأن هنا بقى سوبر سونيك والمساحة بتزيد يبقى السرعة بتزيد يعني النزل بتحقق الهدف منها والضغط بينخفض من بي نوت لبي وبنحصل سرعه عاليه هنا. نكمل. يبقى احنا متجهين نقطه البدايه اهي. هذا الضغط بي نوت اهو نقطه البدايه اهو. وحصل تمدد في النزل اكسبانشن اهو. هذا حصل تمدد في النزل. وطبعا التمدد ما هواش ايزنتروبيك زي ما انت عارف اهو. يبقى الستيم انيشيالي اكسبانس ان ذا نوزل بيتمدد في النوزل وبالتالي ترانسفيرنج بارت اوف اتس انثالبي انتو كاينيتيك انرجي. يبقى الانخفاض في الانثالبي هيحولها لسين واحد تربيع على اثنين. المكان ده اول ما ندخل الموفينج بليد هنسميه واحد. احنا كنا بنسميه في الجاس تيربين كنا بنسميه اثنين فاكرين؟ ها؟ أول ما أدخل الموفينج بليد أدي النزل أهو، يبقى جاي بعد كده الموفينج بليد. هنسمي المكان ده بعد. يعني كأن حولنا جزء من الانستنت إلى كاينيتيك إنرجي عالية. يبقى كفاءة النزل بتساوي إيتا نزل. طبعاً الأكشوال إكسبانشن إتش 1 بلس إتش 2 على الأيزنتروبيك إكسبانشن اللي هي إتش 1 بلس إتش 2 إتش 1. إيه تعريف التربايل ستيج؟ زي ما عملناه في الجاس تيربين. تعريف التربايل ستيج. هو عباره عن مجموعه it is defined as a combination المجموعه من الستيشنري نوزل كاسكيد. الصف الاولاني قلنا عباره عن مجموعه من النوزل كله بيغذي الريشن متحركه الاتجاه مطبوعه بالنكست رو بالصف الاولاني من الموفينج بليد الصف الاولاني من الريشن المتحركه. طبعا يبقى دي وان ستيج. الستيج ما تنفعش النوزل لوحدها لازم ياخد النوزل اللي بتغذي دي كلها حوالين التربينه
זה העברייה שאתה חריק עלי הסוף את העולה. אם אני אמר על מנסטי, הוא עולה תאגיד של מנסטי, זה לא מנסטי. ואתה פעם שם רוזם למחדה, אבל ככה, אתה מבין מה. יוגה צלה פלמה מנסטי. יוגה צלה פלמה מנסטי ומנסטי. זה היה מנסטי, וזה מגמור את מוזם, הוא מגמור את העברייה שאתה חריק עלי נחדה. זה אם אתה נמדר את מסורת את יגיל גסטרס. Mas não se relaxar no debate que diz só a nota da minha diabo que ela me dá. Ao menor, sabe, agora as estrelas vêm se me assumir em um balanço de estrelas. É sempre bem possível. Você está lá, tipo a marcar lá. Já não sei o que dá. Vá, por ele mesmo, você. Você está achando que é marcar lá. Fere não se, aí. Als ik deze gouden bolam vrouw in de dieren van Berlin in de dieren van Atterwien hou, koel je die exact zetten. Maar betreft je maar schaaf, koel je dat zetten hou. Koel je dat zetten, maar betreft je hou. Je bent niet maar kalawa. Moet je wel aan het heen. En de reëzen moet je harika houden in schaaf hou. En de reëzen moet je harika houden. Wat komt aan de moving door de oog. Roto of moving zullen we aan hebben. Roto of blades of moving die blades. هذه قبل ما تدخل النزل وهذه عند الفوق من النزل وهذه عند الفوق من الأرض.
تصور كم عالي أو هجم الضغوط كم عالي أول خليك معاك ده كان ينزل كان خفض جدا لأن بنحول معظمه ولا مش مظبوط الضغط اسمه ايه؟ عند الروك اسمه بي طيب دي موفينج بلاد هل الضغط هيتغير بعد كده؟ لا هل هيحصل تمدد؟ لو هيحصل تمدد ينخفض كمان هل في تمدد؟ لا ده احنا بنقول امبارس امبارس يعني مفيش تمدد في الموفينج بلاد يبقى الضغط التاني ثابت يبقى كأن بي هي بي كوندنسر والضغط ثابت في الغرفة دي لأن مفيش تمدد في الغرفة دي الغرفة دي فيها الموفينج بليد معايا يا جماعة ولا لا؟ طب ماذا عن السرعة؟ هل احنا شفنا الضغط اللي جاله وين؟ السرعة كانت جاية قليلة أوي كده جاية بالبويلر كده في الممرات بتاعتها كده جاية بعيدة قليلة أوي كده هذه السرعة تدخل النزل يحصل ايه السرعة قولوا لي زيد Thank you.